يسعد صباحكم مشاهدينا، بنحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وبنتمنى لكم نهار موفق واكيد نهار مليء بالحب والاجواء الحلوه اللي دائما بترافق عيد العشاء اللي ناطرينه بكره. هلا يمكن البعض منا بعد ما اختاروا هديه لحبيبهم، واوقات بنتاخد مشاهدينا بالناحيه التجاريه لهالعيد وبنفكر انه لازم نقدم هديه ثمينه او بوكي ورد كبيره، وكل ما كانت الهديه اكبر كل ما كان حبنا للحبيب اكبر، بينما بالواقع هالشيء منه صحيح ابدا. واذا بنفكر بمعاني هالعيد الحقيقي بنلاقي انه معاني هالعيد اعمق بكثير من اي هديه ممكن نشتريها. ما في شيء بيعوض عن كلمه حلوه او بوسه او عبوطه من الحبيب. فمشاهدينا اذا بعد ما لقيتوا الهديه المناسبه لحبيبكم ما تعتلوا هم، انتم بحاجه بس لشويه ذوق وشويه مشاعر صادقه، بوعدكم انه الحبيب رح يكون اكثر من راضي بهالمناسبه. اليوم حلقه جديده من ام تي في الايف، غنيه بضيوفها وبفقراتها، ورح يرافقوني بتقديم زملائي اللي عم بيحكوا بأجواء الحب اكيد. ستيفاني وفادي، جود مورنينغ. جود مورنينغ رولا. جود مورنينغ رولا. كيفكم اليوم؟ الحمد لله. جود. طاغية أجواء الحب وعيد العشاء عندكم بالبيت؟ دايما عندك، ما عندي شك. فادي كيف التحضيرات؟ مثل ما بيقولوا عيد العشاء فادي فالنتاين. ما بنعيد مثل ما هلا الشباب الصغار، بس بس تسأليهم شيء بيقولوا لك عادي عادي. لا هو الشباب الصغار ليك بعد ما منهم، بعد ما تجوزوا، بعد ما جابوا اولاد، بعد ما نحوا. سؤال عن حياة سؤال، هيدا جواب عادي. ليك حبيت احكي عن انا عندي كمان نزلت شيء كمان عادي. هلا عادي عادي اذا بنعتبر انه كل يوم لازم يكون مناسبه حتى نعبر عن حبنا لاي شخص بنحبه، مش بس انه الحبيب او الزوج او الشريك، للام للاخ للولد لاي شخص بيعني لنا بحياتنا او له تاثير ايجابي بحياتنا. وحبيت اركز على انه بنتاخذ بهالمناسبه من الناحيه التجاريه وبنفكر انه لازم نشتري هديه ثمينه، لازم نشتري بوكي ورد كبير، وبالواقع هالشيء كثير بعيد عن الحقيقه. يعني الحبيب اللي بالفعل بحبنا ونحن بنحبه بحاجه لشيء بيرمز لحبنا، ممكن تكون اغنيه مثل ما عملنا من كم يوم بميوزيكال او بوسي او عبوطه شيء حلو. مثل ما بيقولوا سي لو جيست كي كونت. صحيح. واذا بده يكون شغله كثير بسيطه. واذا بدنا نفكر بالناحيه التجاريه عن جد صار من الاعياد الاكثر تجارا، لانه بينصرف او بنستثمر كل سنه بهالمناسبه اكثر من 13 مليار دولار. واو. بين هدايا وورود والى اخره. بتعرفوا كم عدد الورود اللي بتتقدم بهالمناسبه؟ 198 مليون. 180 مليون بطاقه معايده بتتقدم. فادي بتعرف مين معظم مين من الاشخاص اللي بيشتروا هالبطاقات؟ لا مش انت الرجال، النساء هن اللي بيشتروا هالبطاقات، بينما اكثريه الرجال هن اللي بيشتروا الورود. وفي حتى ستيفاني جزء من النساء هن بيهدوا حالهم بوكي ورد بهالمناسبه في حال ما في حدا فكر فيهم وكان مزق شوي. وشغله وحده او دراسه جديده بتقول انه 53% من النساء مستعدين، اسمعوا منيح شباب، انه ينهوا علاقتهم اذا ما حصلوا على هديه شو ما كانت رمزيتها بهالمناسبه. شو رايك ستيف؟ سو رومانتيك. ممكن يكون شيء صغير، لا عم نحكي انه يتذكر الشريك. اكيد اكيد. هيدا ما له تهديد، هيدا بس هيك ولا انذار، هيدا بس هيك تذكير صغير. اكزاكتلي. على كل العيد بكره وان شاء الله كل ايامكم نعيد. شو محضرين لحلقتنا اليوم؟ اليوم رندا فهد بإيت سمارت بدها تحكي عن البطاطا، بدها تحضر لنا اطباق مع البطاطا، واليوم عندنا مارك بيروتي بالنيتشر ووصفه جديده مع الشيف جاد بواتسكو. يعطينا كل تفاصيلها بعد شوي. فادي تكنولوجي له علاقه بعيد العشاء؟ اكشلي لا، بس له علاقه بشيء ميديكال. مع فادي دائما هيك ميديكال. اوكي. في شغلتين كثير مهمين كثير حلوين. اكتشفت ثاني ايتم، اي شغله كثير مهمه للي عندهم مشاكل بالكلى. تعطينا كل تفاصيلها بتكنولوجي. هيدي لمحه عن بعض فقراتنا مشاهدينا، اما هلا رح ناخذ وقفه قصيره دقائق وبنرجع بأولى فقرات برنامجنا اب تو ديت واخبار منوعه من لبنان والعالم. خليكم معنا. أخبار من لبنان والعالم، أولى خبر من الساحة المحلية وتحديدا عن الانتخابات النيابية اللي كلنا ناطرينها. جعجع بيقول لا لإقفال بيت بشير، فماذا عن النديم؟ بتشكل دائرة بيروت الأولى واحدة من أبرز الدوائر الانتخابية اللي عم بتكون على طاولة المفاوضات بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، بالإضافة لحزب التشناق.
بهالوقت يبدو أنه حزب الكتائب حسم خياره بمواجهة الجميع بالتحالف مع ما يسمى المجتمع المدني. لا اتفاق حتى اليوم بين القوات اللبنانية والوزير ميشيل فرعون من جهة والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل من جهة تانية، بل يبدو أنه هالتحالف صعب بسبب تمسك كل فريق بشروطه، ومن أهمها التزام من يتحالف مع الحزب التشناق بمنحه 3 مقاعد من أصل 4 مقاعد أرمنية بهالدائرة. والبارز على هالصعيد هو اللي أكده الدكتور جعجع بأكثر من اجتماع واتصال مع المعنيين بالانتخابات بهالدائرة، وهو رفضه إقفال بيت بشير الجميل، يعني رفضه سقوط النائب نديم الجميل بالانتخابات. ولكن موقف جعجع بالمبدئي والقاطع كما بأكد مصدر بارز بالقوات بيصطدم برفض حزب الكتائب حتى اليوم التحالف مع اللي بيسميها أحزاب السلطة، وهو رفض عرض نائب ميشيل فرعون تحالف انتخابي واسع بيتمثل في المجتمع المدني. يعني بعدهم قرب الوقت وبعدهم عم بيبحثوا كيف بدهم يقسموا هالمقاعد، ونحن مش قادرين نقعد على مقعدنا قد ما متحمسين حتى تجي هالانتخابات، وان شاء الله يصير في عنا دم جديد وروح جديده ان شاء الله. كشفت مصادر مقربة من الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل عن بعض تفاصيل حفل زفافهم المقرر ب 19 أيار المقبل بكنيسة سان جورج بقلعة وينسر. وبعد حفل الزفاف يلي سيقام خلال نهار رح يظهروا اثنيناتهم للمرة الأولى كزوج وزوجة بعربة بتصير لمسافة نحو مايلين. وقال مكتب الأمير هاري بقصر كنسينغتون ببيان بشأن تفاصيل حفل الزفاف بأنه العروسين بيتمنوا أنه توفر هالرحلة القصيرة الفرصة لمزيد من الناس أنه يتجمعوا حول وينسر ويستمتعوا بيومهم الخاص. ومن المتوقع أنه ينال الزفاف الثاني بالعائلة باهتمام كبير مثل زفاف الأمير ويليام خيه الكبير لهاري يلي تزوج كيت ميدلتون سنة 2011 يلي تابعه نحو ملياري شخص حول العالم. يعني كل ما مرق الوقت كل ما هالمناسبات الملكية عم بتكون أبسط أكثر وأكثر متواضعاً مثل أولادها للأميرة ديانا، يعني إذا أخذوا شيء منها أخذوا هالتواضع وهالقرب من الشعب، وبحبوا دايماً يكونوا مثلهم حتى هن الشعب كمان يتمثل فيهم. تفاجأت إنه عرسهم هالقد قريب بأيار. حلو، حضر حالنا. حضري حالك. حضرتي فستان بدك برنايطة لراس الملكية. خلينا ننتقل من بريطانيا لريو دي جانيرو بالبرازيل. أجمل عروض السامبا، رقصة السامبا بريو، وهالعروض مش بس ترفيهية إنما كمان بتتضمن رسائل سياسية. شهدت شوارع مدينة ريو دي جانيرو استعراضات رائعة، فاجتمع أكثر من 72 ألف شخص لمشاهدة أكبر استعراض بالأرض مثل ما بيسموه المنظمين بشارع سامبا رومو، وهو شارع طويل محاط بالحدائق وبيقدموا فيه عادة عروض نخبة النخبة من مدارس السامبا بالريو. ومع أنه كتار بينظروا لها المهرجان على أنه فني ترفيهي، ولكن العروض ما بتخلى من الرسائل السياسية والاجتماعية، فكان المهرجان منصة لتناول الأزمات الكبيرة بالبرازيل من الفقر والعنف والفساد. ولكن الهدف الأول للمنتقدين رئيس بلدية ريو بسبب قرار السلطات المحلية بتخفيض المساعدات الممنوعة لمدارس السامبا، الممنوحة لمدارس السامبا، بيعطوهم مصاري حتى يتمرنوا ويطوروا ويكبروا فرقهم، فعم بينتقدوه هون لرئيس البلدية انه عم بياخذ جزء او عم بيشيل جزء من هالمصاري بداعي الأزمة المالية اللي عم بتعاني منها البرازيل. وبرأي المعارضين هالمهرجان بضخ باقتصاد البلد أكثر من مليار دولار بفضل السواح اللي بيوصل عددهم لمليون ونصف مليون سايح بيتوجهوا بهالفترة من السنة بس يحضروا هالكرنفال وهالعروض الراقصة الرائعة. ووضعوا مجسم لرئيس البلدية على شكل فزيعة على إحدى عربات الاستعراض كما جسد أحد العارضين رئيس البلد بمظهر لوحش مصاص الدماء. فهوني أكيد عم بيعترضوا على طريقتهم الخاصة، وحتى لو عم بيعترضوا على قراراته لقوله دور بهالمهرجان، ولكن دور بليق فيه ومنه كتير حلو.
تعمل الصين بالوقت الحالي على تشييد أكثر مدينة مشجرة بالعالم، وبتقوم الفكرة على جعل النباتات أنه تطغى كافة المباني، تغطي كافة المباني بخطوة بتسعى إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. ومن المتوقع أنه تقوي مدينة ليوزهو بجنوب الصين 30 ألف شخص بمجرد انتهاء الأشغال فيها، ورح تضم المدينة كل مرافق الحياة الضرورية مثل البيوت، الفنادق والمستشفيات والمدارس، يلي رح تكون مغطاية بأربعين ألف شجرة ومليون نبتة. وبتستطيع الأشجار المدينة ونباتاتها امتصاص 10,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى 57,000 طن من الملوثات كل سنة، كما تنتج نحو 900 طن من الأكسجين. حلو، ليش فكرة كتير حلوة. بالقليلة ما بيكون في عجقات سير. معنا خبر، بطلع خبر بعد. أطول فندق بالعالم بهالدولة العربية، فيك تحذري وين؟ وين؟ دولة عودتنا إنه تحطم كل الأرقام القياسية. دبي أكيد. دبي يفتتح أطول فندق بالعالم بارتفاع 356 متر بدبي، اللي بتسعى دائما لتحطيم الأرقام القياسية. موجود هالفندق بالشارع الشيخ زايد الحيوي، واللي بيحمل عدد كبير من الفنادق، واللي كان بيحتفظ بالرقم القياسي كأعلى فندق بالعالم بطول 355 متر. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، الفندق المطلي باللون الذهبي مؤلف من 75 طابق، وبتحتضن دبي مئات الأبراج ونحيطات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى بالعالم، واللي بيبلغ ارتفاعه 828 متر، بالإضافة لبرج العرب المعروف بفندق سبع نجوم. وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى بالعالم، وكان عدد زوارها العام الماضي زري 15.8 مليون زائر من كافة أنحاء العالم. عقبال لبنان. عقبالنا يا رب. مش عاطل نحن قديك كم. أنا عادية 13-14 مليون. إن شاء الله إن شاء الله قريبا. رح نشوف صورة اليوم من تنورين، والطقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار. هلأ كانت عم تشتي لما نجينا، 18 درجة على الساحل الماكسيموم اليوم. بكرة رح تشرق الشمس إن شاء الله مع وصول عيد العشاء على لبنان، نتأمل. وهلأ رح ندغري لعند فادي حتى نتعرف على تفاصيل هالاكتشافات الطبية اللي خبرنا عنها قبل شوي. تكنولوجي مع فادي.